نصبح عليكم مرة تانية، وخلونا نصبح برضو على زميلتنا لمياء حمدين ونروح نتعرف منها عليها آخر أخبار الطقس والمرور في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير. صباح الخير عليك يا باسانت، صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع أو نستعرض بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. خلونا نبدأ جولتنا من القاهرة وبالتحديد من ميدان العتبة، وهنفضل ماشيين وناخد طريق شارع الجيش، وهنلاحظ هناك إن في كثافات نسبية لحد شارع بورسعيد شوية كمان، بعد شوية الطريق هيبتدي تقل فيه الكثافات، ونفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقة الظهر، وهناك بعض الكثافات المتقطعة واللي ممتدة معانا لحد الشوارع المؤدية لشارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية واصلة وممتدة لحد مسجد النور في العباسية. هناخد طريق كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه للسيارات امام اللي جاي من الجيزه وفي اتجاهه لمناطق وسط البلد، في كثافات ثانيه في الاتجاه العكسي، نفس الموضوع من اللي جاي من ميدان التحرير ورايح لمدينه نصر ومحور النصر، اما نفق الازهر بيشهد تباطؤ في بسيط في حركه سير السيارات في المرور اللي جاي من صلاح سالم ورايح لميدان الاوبرا والعكس. لو رحنا لحلوان هنبدأ هناك جولتنا المرورية من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي، هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد، هناك هنلاقي كثافات نسبية مكملة لحد الكورنيش وواصلة لحد طريق القاهرة الوسطى. لو فضلنا مكملين على نفس الطريق هنلاقي الكثافات بدأت تقل تدريجيا، لكن هنرجع تاني بمجرد وصولنا لطريق حلوان الكريمات، وهناك هنلاقي بعض الكثافات المرورية. نستكمل جولتنا في شوارع الجيزة وتظهر كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة، كمان في كثافات بسيطة عند كوبري 15 مايو للمتجه للمهندسين وده بسبب أعمال التوسعة، لكن لو رحنا المحور صفت في كثافات مرورية بتبتدي تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة وشارع الهرم، كمان ظهرت فيه كثافات مرورية وده نتيجة التحويلات اللي موجودة هناك. كمان هناخد بالنا من غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر، ولازم الاتجاه من نفق حازم حسن لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق أمام اللي قادم من طريق الواحات، ويفضل الطريق السياحي الجديد. في الإسماعيلية هنلاقي إن طريق عثمان أحمد عثمان واللي بيوصل بين الجامعة والإستاد ومجمع المحاكم فيه سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة واللي مش بتأثر أبداً على حركة سير السيارات أو الطريق، أما المتجه لبورسعيد ففي سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. هنلاقي كمان في سيولة مرورية كبيرة وخاصة على الطريق الدائري حوالين مدينة الإسماعيلية. في محافظة سوهاج هنبدأ فيها من محطة قطر سوهاج واللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، ونمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية، وفي بعض الكثافات المرورية على نهر النيل كمان الطريق المؤدي للجامعة فيه كمان كثافات نسبية، كمان في عن طريق يعني طريق مستشفى جامعة سوهاج كمان في بعض الكثافات النسبية، كمان في كثافات مرورية إنما بسيطة وبتبتدي تزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير.